ايه اللي معطل نادي الزمالك؟ اللي عدم الاتفاق. بص يعني هقول حاجه، يعني اتمنى من جماهير نادي الزمالك، طبعا جماهير الزمالك العظيمه هي يعني افضل حاجه في الكيان ده صحيح جماهيره. صحيح، وانا مش يعني انا معروف عني انا مش من النوع اللي يعني بقول ايه، يعني بقول كلام كده اراضي الناس، ما بعرفش اراضي الناس. ايوه تاني حاجه، نادي الزمالك عنده جماهير عظيمه، عنده كيان كبير جدا اسمه نادي الزمالك، عمل بطولات كبيره جدا، عمل تاريخ قوي جدا. لكن اللي انا شايفه في الفتره الاخيره، في 7 8 سنين الاخيره، الناس ما بتحبش بعض. وده يعني تقصد اداريا على مستوى الاداره؟ مستوى كل حاجه، طالما انا مش عايز زميلي او صديقي او الرئيسي او مشرف او اي حاجه مش عايزه ينجح، يبقى انا ما بحبش الكيان ده، يبقى انا بستفاد منه وانا ما بحبوش. انا مفكرت في فترات ان نادي الزمالك الناس اللي تقعد مع بعض وتقعد تتكلم مع بعض، ولو حتى لو هنختلف لكن نبقى عارفين احنا بنختلف على ايه. صحيح. لكن احنا قاعدين بنختلف وبنقول كلام واحنا مش عارفين احنا مين مختلفين اللي فين. أشعل الفتيل في نادي الزمالك؟ ما فيش يا ماما، مش ممكن في بداية لنادي الزمالك. لكل صعود بداية ولكل هبوط بداية أيضا. بص نادي الزمالك احنا، انا وانا صغير انا شفت نادي الزمالك، يعني انا ممكن يعني ابقى شيء لتاريخ نادي الزمالك اعرف اقوله ان انا لا بخاف ولا يعني ما بتكسفش وما بخافش، يعني انا بقول الحقيقه. انا شفت نادي الزمالك، انا رحت نادي الزمالك وما كانش معايا قرش ارجع في الاتوبيس، وكنت زعلان يعني باجي من نادي الزمالك لغايه من ميت عقبه لغايه المنيره على رجلي، معيش ارساق اركب. نادي الزمالك هو اللي خير عليا، بسافر ليا كل معظم الاخوه العرب، علاقتي بيهم والقنوات العربيه وكل ده اللي عمل لي كده نادي الزمالك. ايوه، ان انا اعيش في بيت او في اي مكان او وما عنديش اي محدش مشاكل في يختلف حياتي. ابدا على تاريخ الزمالك، ولكن امتى حصل بدايه الهبوط؟ هو بدايه الهبوط، هو نادي الزمالك اتعرض قبل كده لهبوط. هو نادي الزمالك ما بيحصل فيه مشكله، وعشان كده بقول لك في ناس ما بتحبش النادي. اما نادي الزمالك مثلا بيحصل عليه حجز في البنوك، ايوه، في ناس بتبقى مبسوطه جوه النادي ان حصل حجز، في مثلا القيد اتقفل، الناس تبقى مبسوطه ان القيد اتقفل في نادي الزمالك. كنا عايزين نجيب اللعيب ده وما عرفناش نجيبه، الناس تبقى مبسوطه اللعيب ده ما جاش نادي الزمالك. روح الناحيه الثانيه النادي الاهلي، مستحيل هتلاقيهم كلهم يموتوا بعض عشان يجيبوا فلان، ويموتوا بعض يعني يساعدوا بعض، يعني كلهم يبقوا مع بعض. هل الازمه في الزمالك ازمه اداره ولا ازمه لاعبين؟ اللعيب ده غلبان، ما عندوش ازمات. اللعيب طول ما في اداره قويه مستسلمه الحياه وفي نظام في الحياه، اللعيب هيمشي وهيبقى أيوة. زي يعني ملتزم ومنضبط. اللعيب في نادي الزمالك مظلوم يعني، ومحدش يزعل من الكلمه دي، مظلوم يعني. في لعيبه عندها قدرات وامكانيات افضل من اي لعيبه. شايف النجوم اللي راحوا على النادي الاهلي من نادي الزمالك في الفتره الاخيره، شايفهم ازاي؟ امام بس امام اللي راح، عاشور. امام عاشور وكهربا، او كهربا كانت ظروف معينه طبعا، يعني هما طبعا ولكنه كان نجم من نجوم الزمالك. خسائر لنادي الزمالك ان هما الاثنين مشوا، يعني كهربا كان ماشي في حاله او في توقيت كان حالته الفنيه كويسه جدا وكان هو هداف الدوري. وانا بحب كهربا، يعني انا بحب كهربا وبحب فتوح الاثنين. وانا شايف بس فتوح يعني يمكن مسك نفسه شويه في الاخر، قدروا يقنعوه ان ده متربي في النادي. كهربا كمان لعيب كويس جدا، بس كهربا عنده حته شويه عاليه عزه النفس، يعني ما بيحبش حد. كهربا حاسس بنفسه شويه زياده. لا لا لا، فاروق طيب جعفر كان جدا حاسس بنفسه شويتين. طبعا طبعا، عشان كده قالوا عليك مغرور. لا انا مش عمري ما كنت مغرور، لكن انا بعرف اتكلم مع كل واحد بحجمه.